وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ريف حمص الشمالي الإعلامي صهيب العلي. مرحبا بك صهيب، بداية ما هي آخر التطورات حول اتفاق تهجير أبناء ريف حمص الشمالي؟ نعم، أسعد الله مساءكم أهلا بك. عزيزي. بعد الاجتماع الذي تم في بداية شهر نيسان 2018 والاتفاق الذي نص عدة بنود لنذكر بها بعضها أن أهل المشاهدين منها بداية وقف إطلاق النار، البند الثاني التهجير القصد لمن لا يريد التسوية، البند الثالث هو تسليم السلاح الثقيل، البند الرابع هو دخول الشرطة الروسية والشرطة المدنية بعد خروج الجيش الحر من ريف حمص الشمالي. لكن أخي العزيز، هذا النظام والروسيا يراوغون، تم تأجيل خروج الدفعة من يوم السبت إلى يوم الاثنين، لا أحد يعلم السبب. لكن عندما سأل الروس قالوا أن الحكومة التركية لم تقوم بتجهيز الخيام التي سوف يذهب إليها المهجرون قصرا إلى الشمال السوري. بالفعل تم اليوم تنظيف الطريق الدولي حمص دمشق من بيتريكس وتعزيله من أجل تسيير السيارات متفق عليها يوم الاثنين، وبدأت الأهالي توجه اليوم إلى مجالس محلية من أجل البدء بالتسجيل من أجل الخروج إلى الشمال السوري. الجميع يعلم أن هذا النظام لا مأمن له. نريد أن نوجه رسالة لإحنا المدنيين في ريف حمص الشمالي عن طريق قناتكم الكريمة إحنا في ريف حمص الشمالي، أن النظام الروسي يحثكم على عدم الخروج إخراج الشباب من داخل خارج الريف الشمالي وأبقاهم للتسوية. لكن نريد أن نذكركم اليوم عند سؤالنا إلى هيئة، عندما سألت هيئة المفاوضات العماد ألكسندر زاوف القائد قاعات تحميمية محتلة من قبل العدوان الروسي، نريد ضامن لأهلنا الذين سوف يبقون هنا، قال لا يوجد ضامن خطي، لكن نعدكم أن لم يقترب علي أحد. الآن الروس بدأوا يتملصون من الضمان الذي وعدوكم به أنهم لن يدخل الجيش العربي السوري، وبعدها يقول أن بعدها يقول الروس إن طلبنا الأهالي سوف طلب الأهالي الجيش السوري سوف يدخل، وثم يقولون الروس إن طلب أن اضطررنا إلى إزالة الألغام سوف نقوم بإدخال الجيش السوري. يعني كافة الأحوال الميليشيات الروسية وميليشيات النظام سوف يدخلون الى الشمال الى ريف حمص الشمالي. ونذكر ان الوضع الخطير في ريف حمص الشمالي هي القرى المواليه المحيطه بريف حمص الشمالي بالكامل، فجميعها متعطشه للانتقام، جميعها من الطائفه العلويه والطائفه الشيعيه المواليه للنظام. ونوجه رساله لاحبابنا الشباب، لا تكون جنديا يستخدمك النظام لقتل ابناء جلدتك. الان سوف النظام يقوم بترغيبك بالبقاء في المنطقه لمده 6 اشهر ثم تجنيدك وارسالك الى الجبهات الحاميه المشتعله كما حصل على جبهه غوط دمشق. الجميع يعلم الخطوط الاولى التي قتلت بها نعم العناصر هي عناصر التسويات التي قامت في بعض مناطق دمشق، ثم اتى بها النظام ليقتلوا بعضهم بعضا. هذا امر خطير وننوه له، لا ضامن النظام. أخي العزيز، أخي المواطن، أهلنا في ريف حمص الشمالي، أن من يقتلكم بالبراميل والصواريخ والطائرات الحربية ومن يقوم بتهجيركم لا يمكن أن يكون حمامة سلام، ولا يمكن للضامن الروسي الذي آزر النظام عندما سقط عام 2012، وعندما أسقطنا حزب الله 2014، وعندما أسقطنا إيران 2015، وطالب بمؤازرة الروس عام 2016، لن يؤازركم الضامن الروسي. هذا الضامن الروسي ضامن كاذب يبحث وصلت عن الفكرة. مصالحه. أخي العزيز، نوه كلمة فقط، لو أن الميليشيات الإيرانية والروسية لديها جندي واحد تقاتل به لما طالبت ريف حمص الشمالي للمفاوضات. الريف الروسية روسيا احتلت ريف حمص الشمالي بمئات الغارات وآلاف الصواريخ التي استهدفت مدينة الرسة وقرية الزعفرانة وباقي القرى، وهذا بضغط روسي وتحشيد إعلامي الذي اضطر إلى الجيش الحر للمفاوضات والتهجير القصري الشمالي السوري بعد المجازر حصلت في ريف حمص الشمالي. والصمت المسلسل الدولي الذي تقوم بإجراءه هي الأمم المتحدة وبإشراف الروس. أشكرك جزيل الشكر من ريف حمص الشمالي الإعلامي صهيب العلي.